مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. أول فيديو بالسنة الجديدة. قبل ما نبدأ بموضوع الحلقة، في مقدمة صغيرة ومميزة حبيت أقدم لكم إياها. اللي مش حابب يسمعها طبعا فيكن تقدموا دقيقة وتفوتوا بالموضوع مباشرة. ما في أحلى إنكن بلشوا السنة الجديدة. كل سنة جديدة أنا بنزل لهون على هيدي المنطقة تحديدا، بنزل على البحر، بيكون فاضي عادة لأنه بأول يوم من السنة أغلب الناس بعدها ما ظهرت، أغلب الناس بعدها ببيوتها، فبستغل الفرصة، أنا بستغل هيدا الهدوء والرواء والصفاء لحتى أنزل على هيدي المنطقة، هي ذاتها نفس الشط. بنزل كل واحد واحد، بنزل لنكب كل شيء سلبي بالبحر اللي وراي، كل شيء سلبي من أشخاص، من مواقف، من حتى خلينا نقول انتقادات، أي شيء سلبي منكبه بهيدا البحر اللي ورانا، ومنعمل دايما اللي نحنا بدنا إياه، منعمل اللي نحنا منحبه. هيدي أفضل نصيحة لكل شخص، كب كل شيء بهيدا البحر ودعيلي. حركة خبيثة شريرة استفزازية اللي بدكن إياها سموها، ولكن هالحركة أهم شيء منستعملها فقط عند الضرورة، مش هلأ تروحوا تعملوها مع شخص منيح معكن وبيحترمكن وبيهتم فيكن، لأن هيدا الشيء خطير وممكن ينقلب بالعكس. يعني ممكن الشخص إذا بيهتم فيك وعملت معه هالحركة ممكن يكرهك وممكن يبعد عنك ويصير يتجاهلك. هيدي الحركة فقط نعملها مع الشخص اللي عم بيعاملنا بغرور، عم بيعاملنا بنرجسية، مش عم يهتم فينا، عم يتجاهلنا، أو عم بيعاملنا بأي طريقة سيئة. الشخص اللي بيعاملكن منيح بليز ما تعملوا معه هيدي الحركة. هالحركات بالحقيقة هني ثلاث حركات بنستعملهم عبر السوشيال ميديا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أول حركة هي انك تقله للشخص انك هالفترة مزاجك سيء نوعا ما وبحاجة انك تبتعد قليلا، لانه مزاجك سيء او عندك حزن او عندك اي شيء معكر لك مزاجك. وشو بتعمل على السوشيال ميديا؟ على السوشيال ميديا طبعا هو بيكون متابعك، متابع الفيسبوك، انستغرام، تويتر، سناب، الستوري، الواتساب، غيرها من الامور. شو بتصير بتنزل او شو بتصير بتنشر سواء على الستوري او على وسائل التواصل؟ بتنشر منشورات كلها فرح، سعادة، ايجابية، نجاح، بتتفاعل مع اصدقائك بطريقة كمان ايجابية، بطريقة فيها سعادة وفيها اجتماعية، ويعني كأنه ما في اي شيء معكر لك مزاجك. هالشخص لما يشوفك كتير سعيد على وسائل التواصل وعم تنشر منشورات سعيدة وإيجابية ونجاح وفرح، وحتى عم بشوفك عم بتروح على أماكن جديدة وعم تتفاعل مع أصدقائك بطريقة فيها مزاح وفيها أيضا سعادة، هون رح يوقع بنوع من التناقض. ليه الحركة خبيثة وليه الحركة استفزازية؟ الحركة الاستفزازية مش انك تنزل منشورات سعيدة ولا انك تقله انا منزعج او كئيب او غيره من الامور، لا، الحركة الاستفزازية هي انك جمعت النقيض مع النقيض. هون عم بتحطه بموقف في ضياع، في تناقض. يعني كيف هيدا الشخص قال لي انه هو منزعج ومزاجه سيء وحابب ينعزل وينزوي، وبنفس الوقت عم شوفه عم بينشر منشورات فيها سعادة وفيها فرح وفيها إيجابية، فشو هالتناقض؟ هيدا التناقض بحد ذاته هو الحركة الخبيثة اللي بتصير لما تعمل هالتصرفين المتناقضين مع بعض. الحركة الثانية هي انك تتفاعل مع اي شخصية مؤثرة. يعني هون انا مش عم قلك تقله مزاجك سيء مثل الحركة الاولى، عم بعطيك ثلاث حركات وفيك تختار واحدة منهم ولكن الكل فيهم نتيجة. تاني حركة مثل ما قلنا هي انك تتفاعل مع اي شخصية مؤثرة من الجنس الاخر. يعني اذا كنت رجل تفاعل مع شخصية نسائية
مؤثرة على وسائل التواصل، ولكن أكيد مش مؤثرة بطرق الرقص والأشياء التفاهة والمحتوى الهابط. لا، تفاعل يمكن مع شخص بيقدم برامج اجتماعية، بيقدم برامج نفسية، بيقدم برامج رياضية سياسية، يعني أي شيء في محتوى. لأنه إذا تفعلت أو تفعلتي مع شخص فاشينيستا أو رقص وتفاهة وغيره، فهيدا الشيء مش منيح لكم. لا، أنا بدي إياكم تستفزوا، ولكن بنفس الوقت تبقوا محافظين على احترامكم. فتفاعلي أو تفاعل مع شخصية مؤثرة ومشهورة على السوشيال ميديا، تحديداً على وسائل التواصل الاجتماعي. مش ضروري تكون مشهورة على المحطات الفضائية وبالعالم العربي، لا، تحديداً تكون هيدي الشخصية فقط مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي. تفاعلوا معها بطريقة، نزلوا المنشورات، يعني شو ما ينزل هيدا الشخص المشهور، عملوا مثلاً سكرين شوت ونزلوا المنشور عندكم، أو عملوا له تاج أو منشن أو شير أو مشاركة، سواء على الستوري أو على صفحاتكم. هيدا الشيء هو رح يلاحظه، رح يلاحظ إنه أنت كتير مؤثر أو مؤثرة بهيدي الشخصية المشهورة من الجنس الآخر، وبالتالي هيدا الشيء رح يسبب له غيرة كتير كبيرة، خاصة إذا كان باقي حب تجاهكم. أما إذا مش مهتم فيكم بالأساس، ما بحبكم وما بغار، فعلى كل الأحوال هي منيحة بحقكم، لأن ببين إنه في أشخاص كتير أهم منك، في أشخاص أنا متأثرة فيهم أو متأثر فيها هي أهم منك أو منك بأضعاف وأضعاف. ثالث حركة هي مستفزة وخبيثة كتير. ليه؟ هون إذا الشخص حكي معك على الواتساب أو على البرايفت، سواء ماسنجر أو واتساب وغيره، ما ترد عليه، وبنفس الوقت تفاعل، اعمل لايك، اعمل كومنت على تعليقاته. ولكن كيف بنستعملها؟ بنستعملها فقط بمجرد ما يدخل هيدا الشخص على الخاص ويبادر على الخاص ويبعث لنا اي رسالة، فهون شوفوها وما تردوا عليه، ولكن فورا روحوا على صفحاته على السوشيال ميديا وعملوا له لايك وعملوا له كومنت بشكل كتير كبير. يعني مش هلأ تروح تعمل له لايك وتعمل له كومنت وهو بعده مش بعت لك شيء على الواتساب. الخطوة تسلسلية، يعني مفروض هيدا الشخص هو اللي يبادر، هو اللي بعت لك واتساب، انت تشوف الواتساب وما ترد، ومن بعدها بتروح وبتتفاعل مع منشوراته، لايك، كومنت، اي شيء. هون الشخص رح يوقع ايضا بحيرة وبتناقض، يعني مش عم برد علي على الخاص، مش معبرني على الخاص، ولكن بنفس الوقت عم يتفاعل معي باللايك، بالكومنت، يمكن بالقلوب على وسائل التواصل الاجتماعي على العام، على الببليك. وهيدا الشيء رح يستفزه ورح يحسسه بالتناقض، وهيدا الشيء اللي نحن بدنا اياه تماما، كي نعيد الاهتمام لما نشغل باله بهيدا الطريقة الاستفزازية واللي بتحمل الكثير من التناقض.